صباح الخير شباب، يعطيكم العافية. عملت طريقة جديدة للميكسر بحيث أي شيء كان معدل فيه بالمواسكات بالكيات فوق أي شيء معدل بيرجع مثل ما كان بظرف ثواني. راح أجرب الطريقة هلأ. طبعاً ضغطت زر واحد، هلأ نعتبرهم عندنا كله سيجيات. راح أغير أنا مثلاً على هاي الكي، في عندي متغير بدل السيجي لازم مثلاً هون عدلت، هون عدلت، عملت أون إير مثلاً، ماشي. أي شيء تغير عندي مثلا على الهواء فوق على اليمين، ما في عندي تو بوكس، ما في عندي اخبار نهائيا، اي شيء معدل بالميكسر بنروح لهون. في عندنا زر جديد اسمه نيوز ريسيت، بنضغطه بيروح بيعدل لي كل شيء بالميكسر هون بالاعدادات بالسيتنجز بالشاشه، وبيرجع الميكسر ان شاء الله مثل ما كان. هلا بياخذ وقت 5 ثواني قبل الهواء بنضغطه، ان شاء الله بتطلع الامور كلها تمام. يعني اي مشاكل حتى الماسك مثلا هون، خلينا مثلا هون ما في ماسك وهون ما في ماسك، وليكن هون في ماسك، هون لازم ما يكون. هذا الكي اون، ماشي. نضغط الزر ونشوف. بسم الله، هذا نيوز ريسيت، نضغط شوف الشاشه بتغير فيها، بس ما مبين هون كثير. خلص على الام اي، صار في عندي تو بوكس. على الهواء حط لي السيرفر 3 اللي هو اللوب دائما، والكي اون شايفينه الاول اشتغل وما فيه ماسك. رجع لي الماسك، هو رجع لي الماسك، هو ما بعرف اذا مبينين كثير بالفيديو، رجع لي السي جي مثل ما كان. يعطيكم العافيه. فاي مشكله نحن بتصير معنا قبل الهواء تحت الهواء بعد، اي مشكله بتصير يعني بالماسكات بالكيات، بس بنضغط نيوز ريسيت ان شاء الله برجع كل شيء مثل ما كان ان شاء الله. اذا كان معي وقت بكره او بعد بكره راح اعمل الطريقه نفسها للبرامج وللتفاصيل هنا سوري يعني. يعطيكم العافية.